الله تعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله الله عدوا بغير علم. سب الذين يدعون من دون الله سب الطواغيت الذين يصرفون الناس عن عبادة الله وقربة، لكن الله نهى عنها. لماذا؟ لأن فيها ما هو أعظم مفسدة، وهو أن 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 يتوجه عباد هذه الأصنام إلى سب رب العالمين. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فتقع المفسدة الكبرى. فترك الله تعالى المفسدة، ترك الله تعالى أمرا اجتنابا لما هو أعظم منه مفسدة.